لقد تصور الناس أن للحسين بن علي كانوا يركضون أمام مرحبين، ولكنهم ما نعرفوا بعد أن أزحت قناعي حتى أمطروني بالحجارة. أنني قلت ذلك منذ لم تقل ماذا تفعل في الكوفة يا عبيد؟ أن أرسلك إلى الشام طبقا لأمر يزيد. اقرأ. منذ الليلة لست واليا على الكوفة يا نعمان، هكذا. تحدثوا لي عن محبي الحسين بن علي. إنهم كثيرون، أكبرهم هانئ بن عروة. ليرحم الله زيادا، ترك القضية لابنه لينهيها. لم أفهم يا شمر، تحدث بصراحة. قتل أبوك جميع الشيعة ما عدا هاني وابنه، وأنا أقول إنه لو فعل ذلك لما كانت هناك قضية. إنني جئت لذلك يا ابن ذي الجوشن. أين ابن عقيل؟ حتى الأمس كان في دار المختار ابن أبي عبيد، أما اليوم فلا علم لي. يزيد قال اعثر عليه واقتل، وأنا سأفعل ذلك. كم عددكم في هذا القصر؟ مع الحرس والآخرين ربما 12 شخصا. وأنا ليس معي سوى هؤلاء الحراس، هؤلاء فقط. إن لكل واحد منا عشيرة، سندعوهم جميعا. ورغم ذلك فإن أكثر القبائل تميل إلى ابن عقيل، ويجب العمل لانفصالهم عنه. وأما ابن عقيل، إنهم لا يعرفون جنودي في الكوفة. لقد دبرت أمرا لكي يقع مسلم في قبضتي. قلت أن كبير جماعته هانئ؟ نعم. شريك بن الأعور جئت به معي من البصرة، كان مريضا وتخلف في الطريق، فإذا وصل الكوفة أعمل على أن ينزل عند هانئ.
السلام عليك. وعليك السلام يا أخي. لست كوفياً أليس كذلك؟ كلا، إنني غريب من البادية. إن معي كيساً. فيه 3000 قطعة ذهب. أرسله موالو أبي عبد الله لكي أسلمها لابن عقيل. ولقد بحثت عنه فقيل لي أن أسأل منك. تسألني؟ هلا ساعدتني يا أخي؟ قلت إنك قادم من البادية؟ أيام وأنا أبحث كثيرا فانتابني اليأس، فإذا لم أجد مسلم بن عقيل وجب علي أن أحمل ما جئت به إلى قلب الصحراء. كان أملي في رؤيتك، ولكن ليس بالحال الذي تراني فيه. حللت سهلا يا شريك، وقد جئت في وقتك. إن ابن عقيل قد تفاءل بمجيئك. إذا استطعت أن أسلم من هذه الحالة فإنني سأكون معكم. إنك ستعيش يا أخي، ستعيش. سيكون ما يريده الله. إنني أعلم أن عبيد الله سيعودني. لدي فكرة، لو رضيت بها ستقع المدينة بيدك. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سمع الله. إن الذي تبحث عنه ذاك القائم هناك. من ذاك؟ إنني لا أعرفه. مسلم بن عوسجة من بني أسد. سمعت عنه. ابقى هنا حتى ينهي صلاته. أنت ذاهب؟ إن أردت ابن عقيل يا أخي فمسلم بن عوسجة سيقول أين هو. أتريد غير ذلك؟ سبحان الله. السلام عليك يا أخي. وعليك السلام يا أخي.
قتل عبيد الله فريضة، أما قتل الضيف فلا. اسمع يا هاني، بعد عمرو بن العاص لم أرى رجلا أخبث منه. يا ابن عقيل اقتل انتقاما لكل المسلمين الذين سلمهم للجلاد. إنه يأتي لعيادتك يا شريك ليرى أني مت أم لا. يا هاني، إن قتل هذه الجرثومة ليس خطيئة، اقتله يا ابن عقيل. قف وراء الستار، وإذا طلبت ماء اخرج واقتل. أتسمع؟ أتسمع أقدام الخيل؟ أعتقد إنه عبيد الله. إنه هو عبيد الله لوحده. كلا، اختفي يا ابن عقيل وافعل ما قلت. اختبئ هنا يا ابن عقيل. أين هذا المريض البصري؟ إنني هنا في بيت هاني وبين يدي ربنا الرؤوف. السلام عليك يا هاني، وأنت يا شريك. مرحبا بك يا أمير. رغم أن بيوت الفقراء لا تشبه قصر الإمارة. كنت أنتظر أن تأتوا لرؤيتي، كنت قد جئت إلى مدينتكم. ولكن ليس كغريب، إن الكوفة كلها بيدك كوالي. قلت أن ينزل شريك في بيتك، وذلك ما حصل. حسنا يا ابن الأعور، كيف أنت اليوم؟ شكرا، إنني أفضل من الأمس. في المدينة لا يوجد طبيب لكي يداويك يا شريك. يا ابن الأعور، إنني أعلم أنك مرتاح هنا في بيت هانئ، إنكما صديقان حميمان منذ سنوات، وإنني أتمنى هذه الأيام. إنني وهاني بن عروة أصدقاء منذ سنوات. يا هاني، ليتك تطلب لي قليلا من الماء، إنني عطشان. يا هاني، إنني عطشان. إنني عطشان، إنني عطشان. الجرة خالية ويجب أن أملأها من البئر. إن عطشك من السفر الطويل الذي قمت به كان يوما حارا، رغم أنك عبرت الصحراء ليلا. إنني عطشان، ألا يوجد أحد في هذا البيت يسقيني قليلا من الماء؟ إنني عطشان، إنني عطشان. يا ابن الأعور، لقد قال هانئ الجرة خالية. جرعة واحدة، جرعة واحدة ولو أدت إلى قتلي. مصاب بالحمى، إنه يهذي. جرعة واحدة، جرعة واحدة. إنني عطشان. ليتنا خادعنا المكان القبيل. إنني عطشان. لقد صدقت، إنه ليس على ما يرام. جرعة واحدة فلنذهب. إنني عطشان، إنني عطشان. جرعة واحدة. إن حالته سيئة. إنه يهذي، ربما أجد ذلك الطبيب فأرسله إليك يا هانئ. والله لقد طار العصفور من القفص، لقد كان بين يديك، لقد كان بين يديك يا ابن عقيل، لقد كان بين يديك.
اعذرني يا شريك، ما كنت استطيع. ولكنه عدوك. اعلم، ولكنني رغم ذلك لم استطع. عبيد الله كان ضيف هانئ، وانا لا اجيز قتل الضيف. هل ذهب؟ نعم لقد ذهب. هناك رجل يريد مقابلة. يقول ابن عوسجة ان رجلا جاء برسالة من البادي وثلاثة الاف دينار لشراء الاسلحة لجماعتنا. رجل من البادية؟ حسنا فليأتي. ادخل. السلام عليكم. وعليك السلام. والله لقد أرادوا قتل الأمير، عرفت ذلك منذ الوهلة الأولى. كلا يا مهران، لا أصدق. لقد انصرف أبي عن قتل أبيه، فكيف يقتلني في بيته؟ ربما كان لا يريد. أما والله فشريك، نعم لقد اصطنع الهذيان أيها الأمير، كان رمزا بينه وبين الذي اختبأ خلف الستارة. أيها الأمير، من كان يا مهران؟ لا. أيها الأمير، ها أيها التميمي، ماذا لديك؟ في صدري شوق لما وجدت، وعلى لساني ألف كلام وكلام يعجب الأمير. هل وجدته؟ نعم وجدته. أين كان؟ في المكان الذي كان فيه الأمير، في بيت هانئ. لا أصدق. لماذا لا تصدق؟ أليس هانئ من شيعة آل علي وابن عقيل المبعوث أبي عبد الله؟ من رجال الكوفة في القصر؟ محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة. أرسلهم إلى بيت هانئ وقل له أنني أرغب في رؤيته حالا، وابعث من يأتي بشريح قاضي قضاة الكوفة. أذهب. طلبت منه فأتى، قاضي قضاة الكوفة هنا. فليدخل. أهلا بك يا شريح، أدنو مني. وأنت يا مهران اذهب. أعرف أنك لا تزال على بيعة يزيد، ولكن يوجد الكثير في مدينتك نقضوا عهدهم. ماذا تقول أنت يا شريح؟ أنا؟ ماذا أستطيع أن أقول؟ إن سني وصلت إلى السبعين، فقير وذو عائلة كبيرة، وحالي ليست على ما يرام، وحملوني منصب قاضي القضاة. لماذا لم تخبرني يا شريح؟ وهل يكون القاضي فقيرا؟ كيف كنت أقول؟ في وقت كنت واليا للبصرة والنعمان واليا على الكوفة. أما الآن فأنا أمير الكوفة. اجلس يا شريح.
لن تكون بعد الآن فقيرا. إنك تعلم أن عددا من الكوفيين نقضوا بيعة الخليفة ومالوا إلى الحسين. شريح، إنك من الزهاد ويعتمد عليك أهل الكوفة. أريدك إلى جانب الخليفة. عفني أيها الأمير، سأبقى إلى جانب الخليفة، أما أن أجلب عداء الناس فهذا... أي ناس؟ إن هؤلاء الناس هم عبيد الخليفة. أليسوا عبيد الله؟ أليس يزيد خليفة وصاحب الأمر؟ إنني معك يا شريح. وماذا عن الحسين؟ إنه ابن رسول الله. ولكن ليس خليفة. الخليفة هو نائب الرسول، وهؤلاء الذين لا يقبلون بيعته ارتدوا عن بيعة الله ورسوله. خذ يا شريح، إنك فقير وصاحب عيال، وهذا هو حقك. إذا تحدثت فإن الناس يصدقونك. تحدث يا شريح، تحدث عن بيعة يزيد وعن تدينه وعطاياه وعدالته. ماذا أقول؟ سنوات وأنا آكل حلالا، والآن كل هذه الأكياس من الدنانير. إنما يهبه الخليفة أكثر حلالا من حليب الأم. إنك قاضي القضاة وتعلم الفقه، كيف تشك يا شريح في نظافة ما يهبه الخليفة؟ لا أشك. إذا خذه يا شريح، إن يزيد ليس فقيرا ولا بخيلا، والله يعطيه وهو يعطيك. من بيت المال؟ لا سمح الله، إنه يعطي من ماله. قارن سخاء يزيد برجل عندما كان يتحدث إليك يطفئ المصباح. لكي لا يذهب زيت بيت المال هدرا. ما فائدة بيت المال يا شريح؟ وقاضي قضاة المدينة وهو أنت ينام جائعا، أليس كذلك؟ ومع ذلك ترى أن يزيدا لا يمنح من بيت المال. لقد أرسلت خلف هانئ بن عروة. هانئ؟ إنه لن يأتي إلى بيتك أيها الأمير. محمد بن الأشعث قال كذلك، قلت أعطوه الأمان لكي يأتي. لقد أعد لاغتيالنا وأصبح ملجأ لعدونا. أتدري ماذا أطلب منك يا شريح؟ يا ابن عروة، إنك من وجهاء الكوفة، ولن يقدر عبيد الله على إلحاق الأذى بك. لا تخف وتعال معي. اقبل دعوة الوالي، سيكون حديثا وديا ونعود مرة أخرى. إنني لا أخشى عبيد الله بن زياد، ولكن أخشى النفاق الذي في قلبه. أتعرف من أباه؟ عبيد الله ابنه. عبيد الله وحيد في الكوفة، المدينة في أيديكم. إنه يعلم أن إلحاق الأذى بك سيثير الناس عليه. لقد قلت إنني لا أخشى عبيد الله. إذا تفضل معي يا ابن عروة، أضمن لك الرجوع سالما إلى البيت.
ليجهزوا لفرسي. سأذهب لرؤية عبيد الله. مبارك يا شري. بعد الآن لا يخلو كيسك. لقد جاء السيء الحظ، جاء بقدميه، فليدخل. اجلس يا قاضي القضاة، اجلس وافعل ما أريده أنا. لو قتلته ستثور الناس. إذا ما هو واجبك؟ لقد جاء هاني لدعوتي، وأهل مذحج سيصدقون قول قاضي القضاة الذي هو أنت. اجلس يا شريح. كما ترى فإن هانئ قد استجاب لدعوتك. أرى هانئ بن عروة، إنك لا تسلم بالإمارة. إذا كنت جالسا للعدالة فلماذا لا أسلم؟ ألست جالسا للعدالة؟ اجلس. إن أبي لم يجافي أباك، كان شفيقا معه، ولكنك تعادبنا. ماذا فعلت حتى تسميني عدوة؟ ماذا فعل يزيد لكي تلجئ عدوة؟ وماذا فعلت أنا لكي تعد لقتلي؟ كنت ضيفك. أيها الأمير، إن قتل الضيف ليس من شيمتي. إذن أنا مدين لك. أعلم يا هانئ، كنت أعلم أنك مدرك نجيب، مع أنني كنت أعلم أن ابن عقيل مختبئ عندك. حسنا، ربما كان ذلك لحسن ضيافتك. ابن عقيل في بيتي؟ أتنكر ذلك؟ لماذا في بيتي؟ ولكن في بيت من؟ قل أنت أيها الأمير، إنني لم أكن مع ابن عقيل لكي أعلم. أما أنا كنت وأعلم. أتعرف هذا الرجل يا هانئ؟ كلا. وأنت أيها الرجل، هل تعرفه؟ ولكنني لا أعرفه. حسنا، الحق معك، أكشف عن وجهك يا رجل ودع هانئ يراك. أنا مطمئن أنك تعرفه الآن. ابقى واعمل مع هذه الجماعة. اذهب. ما كنت أعلم أنك تكذب يا هانئ. قلت أن مسلم لم يكن في بيتك. البيت ليس بيتي، بل هو بيت محبي آل بيت النبوة، وهكذا ترى أنني لم أكذب. إذن البيت ليس بيتك.
فليكن كذلك يا ابن عروة، فليكن كذلك. دعني أخبرك، ألا تعلم أن الحسين نقض بيعة يزيد؟ ها؟ إن أبا عبد الله لم يبايع يزيدا لكي ينقضه يا عبيد. مرة أخذ أباك الإمارة من أبي الحسن، اجلس للعدل وخذ الإمارة من أبي عبد الله وهو ابن وصي رسول الله. أترى يا شريح، إن هانئ رجل صادق كما كنت أتصور. حسنا يا ابن عروة، بما أنك عاقل وصالح فانصحني إذن لترى إن كنت أقبل أم لا. فأمر يزيد أن أكون واليا على الكوفة، قل لي ماذا أفعل؟ هل أعود للحجاز؟ أتشرد في البادية؟ قل يا هانئ، قل ماذا يفعل عبيد الله بن زياد؟ الناس أدارت ظهورها لك ومالت لأبي عبد الله، وأنت تعلم أن الإماء في الطريق. لا أرى لك عاقبة حسنة. أما أنت فمن وجهاء الكوفة وكبير مذحج، تستطيع أن تحصل لي على الأمان. إنني سأحميك، ولكن اذهب عن الكوفة وبايع الإمام. بعد ذلك اعمل على أدائي ما يطلب منك. قلت أن أذهب عن الكوفة. قلت أذهب عن الكوفة. عبيد، إذا كنت تصغي لسمعت صراخ أناس يتقدمون نحو قصرك. إنني أردت خيرك. أما أنا فسأقتلك. إنك عبد المسكين، جئت لتنصحني؟ ها؟ جئت لتنصحني؟ ها؟ تكلم. ها؟ مهران، ألقي بكبير مذجح في دهليز مظلم في هذا القصر، وأوكله إلى من لا يطعمه أو يسقيه. بهذا الضرب الذي نزل على فم هذا السيء الطالع، لا أصدق أنه سيستطيع أن يفتح فمه. هلم أيها العجوز، هلم. تسويف، تسويف، متى تستيقظ الكوفة من هذا السبات؟ لقد حدث ذلك في السابق أيضا، ورأينا نتائجه مرة. قتلوا محمد بن أبي بكر في مصر، والوجهاء والشيوخ منعوا الناس من القتال. إنني سأذهب بحثا عن الإمام. أنا أيضا. لا تسرعوا، أين ستجدون أبا عبد الله؟ وإذا جاء عن طريق آخر؟ قال سيأتي عن الطريق العام. اصبروا يا ابن عقيل، لقد أخذوا هانيان إلى القصر وإنني قلق عليه، فماذا تأمر؟ يا ابن عوسجة، فليعلنوا في المحلات أن يشهروا السيوف. إنني أقول كلامي السابق، إن الاستيلاء على القصر لينهي الموضوع. ألم تسمعوا أن جيش الشام في الطريق؟ لقد رأيت رجلا في البادية قادما من دمشق، قال إنهم كثيرون جدا، أكثرهم من البدو ومن كفار جبال الشام. حجار، إنني لم أحمل هذا السيف للترحيب بجيش الشام، لماذا كل هذه الضجة؟ لقد قلت لك إن الرجل يمتحن في الشدائد يا حجار، ألم أقل؟ ماذا نفعل الآن؟ لقد قلت الآن أعد الناس لأي شيء. أيها الأخوة، فلننتظر، أبو عبد الله في الطريق، سيصل عاجلا أم آجلا. يا ابن عقيل، إذا كنت تريد أن أرسل أحدا ليأتي بنبأ عن هاني، فإن أحسن التصرف معه ننتظر،
وإذا لقد صدق شريك. يا ابن عوسجة، أرسل عبد الله إلى القصر وليرى ما فعلوا بهاني. إنه يأتي نحونا. أحد حراس القصر؟ إنه عمرو بن الحجاج، جاء مع جمع من مدحج. أين هانئ؟ يا ابن عقيل، عذرا فالوقت غير مناسب، وعذرا أنني لم أراعي حالك يا ابن الأعور. اعذروني واخبروني عن هانئ. اهدأ يا عمرو. هل اخذوه الى القصر؟ لا خطر عليه، فهو من وجهاء الكوفة. زياد لم يقتل عروة، وعبيد الله لا يخالف اباه. اهدأ يا حجار. حتى اذا هدأت فان القبيلة لن تهدأ. يا ابن عقيل، ماذا افعل؟ اذهب وقبيلتك نحو القصر، ويذهب عبد الله بن حازم ايضا ليستقصي الخبر. اخبر الناس ليستعدوا. فلنذهب يا رجال. لا ارى صلاحا في القتال. كلا يا ابن عقيل، لا اراه صالحا. قل يا هانئ، قل إنك ستبقى وفيا للخليفة واذهب. إنك لست أفضل من عبد الرحمن. شريح قاضي قضاة الكوفة وبايع يزيد، وما أنت سوى رئيس قبيلة صغيرة. لقد جاء الناس. الناس؟ المدحجيون، قبيلة هانئ، يقودهم عمرو بن الحجاج. إنهم يطالبون بابن عروة. يا شريح، تحدث معه، قل له أن يبعد قومه عن القصر. لا تدر وجهك عني، إنك تراني مجبرا. لقد جاء قومك إلى القصر لإنقاذك. أصغ يا هاني، أعرف أنك تتألم، ولكن إذا كان لديك ما تقوله فقله لي. أليس لديك ما تقوله لقومك؟ إنني غير راض، صدقني يا أخي، صدقني. ما
قل لهم أن يواجهوا القصر، قل لهم أن يقتلوا عبيد الله، قل لهم ما فعلوا به، قل يا شريك، قل لهم. لقد جاء، لقد أقبل. انظروا هناك، إنه ليس هانئا، إنه شريح. يا عبد الرحمن، أين شيخنا؟ ماذا فعل بابن عروة؟ أيها الرجل اهدأ، من يهدأني أبعد قبل مجيء هاني؟ لقد سألت ماذا فعلوا بهاني. ماذا فعلوا؟ أبدا والله من نصار. ماذا فعلتم بهاني؟ هيا تكلم، ماذا فعلتم بهاني؟ ماذا فعلتم بهاني؟ أين هاني؟ اهدأوا أيها القوم، اهدأوا. ماذا فعلوا بهاني يا شريح؟ هل قتلوه؟ لماذا يقتلوه؟ هل جننت حتى تهذي؟ إن هاني شيخ مشايخ الكوفة، لقد حل ضيفا في دار الوالي، إنه في أمان. إنه لم يأتي ضيفا، بل أخذه قسرا. هل تعودتم مني أنا قاضي القضاة أن أقول كذبا؟ أكذبت حتى لا تصدقونني؟ قلت لكم إنه ضيف على الوالي في قصره. هل رأيته بنفسك يا شريح؟ بهاتين العينين. كيف كان؟ والله بوجه أحمر هادئ. أسمعتم؟ إنه رآه؟ نعم رآه، لقد رآه. إنه رآه. إذن لماذا لم يأتي إلينا؟ لماذا لا يحدثنا بنفسه؟ إنه يحادث الوالي على انفراد في قصره. الوالي؟ يا عمرو، إنك من رجال مذهج ومحترم لدى الوالي، ولكن ما أراه منك غير صحيح. أيها القاضي، إنني لم أنقض العهد ولم أتمرد على الوالي أبدا. قالوا ذهب هاني إلى القصر، أردت أن أعرف لماذا. نعم. أليس الوالي يشاور مشايخ المدينة؟ نعم. إن المدينة تستقر بتجاوبكم القلبي. اسمعوا أيها الناس، إن هاني ابن عروة وأنا وآخرين ضيوف على الوالي ونتشاور معه. إن جيش الشام في طريقه إلى الكوفة، فأردنا أن يعود. إذن لا تفعلوا شيئا يعطي حجة للشاميين، ويبقى العراق لأهل العراق، والسلام. صدقت يا شريح، صدقت. قل للوالي إن عمرو بن الحجاج يقول إنني سأهدئ الناس، واحترم أنت شيخنا هانئ ابن عروة. هلموا أيها الناس، لقد سمعتم أن هانئ ابن عروة سالم. اذهبوا، هيا هلموا. تمهل يا عمرو، تمهل. لقد قلت إنهم لن يقتلوا، لن يجروا أبدا. اذهبوا، هلموا، هيا 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 اذهبوا، هيا 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 هيا